نصوص معرفية وفلسفية يعيدها ويقرأها عليكم خالد لشهب. نص اليوم هو قانون المراحل الثلاث لأوجست كونت، مقتطف من دروس في الفلسفة الوضعية. الدرس الأول: لكي نفسر حقيقة الفلسفة الوضعية وطابعها الخاص اليق تفسير، يكون من اللازم علينا أن نلقي نظرة عامة على السير التقدمي للفكر البشري في مجموعه. وذلك لأن أي مفهوم لا يمكن أن يعرف معرفة جيدة إلا من خلال تاريخه. وهكذا فعند دراستنا للتطور العام للفكر البشري في جميع ميادين فعاليته، ومنذ أبسط أنواع ظهوره إلى أيامنا هاته، نعتقد أننا كشفنا قانونا أساسيا هاما يخضع له هذا التطور بالضرورة ويثبته على أساس متين: الأدلة العقلية التي تزودنا بها معرفة تنظيمنا الاجتماعي، أو الأدلة التاريخية التي تنتج عن فحص متنبه لأحداث الماضي. هذا القانون هو أن كل مفهوم من مفاهيمنا الرئيسية وكل فرع من معارفنا يمر على التوالي بثلاث مراحل نظرية مختلفة. المرحلة اللاهوتية أو الوهمية، المرحلة الميتافيزيقية أو التجريدية، المرحلة العلمية أو الوضعية. وبعبارة أخرى، فإن الفكر البشري بحكم طبيعته يستخدم على التوالي في كل فرع من فروع بحثه ثلاثة مناهج للتفلسف يختلف طابعها اختلافا كبيرا، بل وتتعارض تعارضا جوهريا، وهي أولا المنهج اللاهوتي، ثم المنهج الميتافيزيقي، وأخيرا المنهج الوضعي. ومن ثمة ثلاث فلسفات أو ثلاثة أنساق عامة من المفاهيم حول الظواهر، كل منها يستبعد الآخرين. أولها نقطة البداية الضرورية للفكر البشري، وثالثها هو الحالة الثابتة المستقرة، أما الثاني فحالة انتقالية فحسب. في الحالة اللاهوتية، بما أن الفكر البشري يتجه بأبحاثه أساساً نحو الطبيعة الباطنية للكائنات ونحو العلل الأولى والغائية لجميع المعلومات التي تثير انتباهها، وبعبارة موجزة، بما أن الفكر البشري يوجه أبحاثه نحو المعارف المطلقة، فإنه يتمثل الظواهر كما لو كانت ناتجة عن فعل مباشر لا ينقطع، يصدر عن كائنات خارقة للطبيعة يزداد عددها أو يقل، ويفسر تدخلها التعسفي جميع ما يلحق العالم من انحرافات متجلية. وفي الحالة الميتافيزيقية التي لا تعد أن تكون في الحقيقة إلا مجرد تغيير طفيف للمرحلة الأولى، يستعيض الفكر عن الكائنات الخارقة للطبيعة بقوى مجردة، فيعتبرها كما لو كانت كيانات حقيقية، أي تجريدات متجسدة كامنة في مختلف موجودات العالم، ويعتقد أن باستطاعتها أن تخلق بفعل ذاتها جميع الظواهر الملاحظة التي يتم تفسيرها برد كل ظاهرة
إلى كيانها المناسب. وفي الأخير، عندما يعترف الفكر البشري باستحالة الحصول على مفاهيم مطلقة، فإنه يتخلى عن الحالة الوضعية، عن البحث عن أصل الكون ومصيره، كما يعزف عن معرفة الأسباب الخفية للظواهر كي ينصرف إلى الكشف عن قوانينها الفعلية، وأعني العلاقة الثابتة التي تتعاقب حسبها الظواهر وتتشابه، وذلك باعتماد البرهان العقلي إلى جانب الملاحظة والمزج بينهما. حينئذ يكون تفسير الوقائع قد رد إلى مكوناته الحقيقية، فلا يعود إلا مجرد ربط بين مختلف الظواهر الجزئية وبين بعض الوقائع العامة التي يسعى تقدم العلم إلى اختزال عددها شيئا فشيئا. لقد بلغ النظام اللاهوتي أسمى مراتبه عندما استعاض عن العمليات المتنوعة لآلهة متعددة تعمل في استقلال بعضها عن بعض بعناية إلهية لكائن واحد. وبالمثل، فإن آخر أطوار النظام الميتافيزيقي يمثل ويتمثل في تصور كيان واحد عام هو الطبيعة، من حيث هي منبع وحيد لجميع الظواهر، عوضاً عن كيانات جزئية متعددة. وعلى هذا النحو، فإن اكتمال النظام الوضعي، ذلك الاكتمال الذي يسعى نحوه هذا النظام دون انقطاع، والذي يحتمل ويحتمل ألا يبلغه مطلقاً، ربما كمن في القدرة على تمثل مختلف الظواهر الملاحظة كما لو كانت حالات جزئية لواقعة عامة واحدة كالجاذبية على سبيل المثال. ليس في نيتنا أن نستدل هنا على هذا القانون الأساسي لتطور الفكر البشري، وأن نستخلص منه أهم النتائج التي تتولد عنه، ونحن نترك ذلك إلى الجزء الخاص من هذه الدروس والمتعلق بدراسة الظواهر المجتمعية. ونحن لا ندرسه الآن إلا لكي نحدد بكل دقة السمة التي تميز الفلسفة الوضعية في مقابل الفلسفتين اللتين كانتا تهيمنان بالتتابع على نظامنا الفكري. ولكي لا ندع قانونا في مثل هذه الأهمية دون برهان، وهو قانون سنلمس تطبيقاته أكثر من مرة خلال عرضنا لهذه الدروس، علينا أن نقتصر على إشارة سريعة للدواعي البينة العامة التي بإمكانها أن تثبت صحته. ويظهر لنا بادئ ذي بذ أن الكشف عن هذا القانون كاف وحده لكي ينال مصادقة كل أولئك الذين يتوفرون على معرفة عميقة بالتاريخ وبالعلوم. وبالفعل، فليس هناك علم من العلوم بلغ المرحلة الوضعية إلا بإمكان كل منا أن يتمثله مكونا في ماضيه من تجريدات ميتافيزيقية. وإذا ما نحن تغلغلنا في ذلك الماضي أبعد من ذلك، وجدناه تحت رحمة المفاهيم اللاهوتية، وسوف تسنح لنا أكثر من فرصة في مختلف أجزاء هذه الدروس لكي نعترف بأن أكثر العلوم تقدما ما يزال بكل أسف محتفظا حتى اليوم ببعض الآثار الجلية للمرحلتين الأوليين. وسوف تسنح لنا أكثر من فرصة في مختلف أجزاء هذه الدروس لكي نعترف بأن أكثر العلوم تقدما ما يزال بكل أسف محتفظا حتى اليوم ببعض الآثار الجلية للمرحلتين الأوليين.
وعلاوة على هذا، فإن بإمكاننا أن نتأكد اليوم من ذلك التطور العام للفكر البشري بكيفية ملموسة وإن كانت غير مباشرة، وذلك بالنظر إلى تطور العقل الفردي. فبما أن الانطلاقة تكون واحدة بالضرورة سواء في تربية الفرد أو في تربية النوع، فإن مختلف الأطوار الأساسية التي يمر بها الفرد ينبغي أن تمثل الفترات الأساسية التي يمر بها هذا النوع. والحال أن باستطاعة كل منا إذا ما هو تأمل تاريخه الخاص أن يتذكر أنه كان على التوالي فيما يتعلق بمفاهيمه الأساسية لاهوتيا في طفولته، ميتافيزيقيا في شبابه، عالما طبيعيا في نضجه، وأن باستطاعة الناس في قرننا هذا أن يتأكدوا من صحة هذا القانون على مستوى البشر جميعهم.